العبد مهما أذنب إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، بخلاف البشر. البشر إذا أخطأت في حق إنسان فاعتذرت في المرة الأولى قد يقبلك، وفي المرة الثانية قد يقبلك على مضض، وفي المرة الثالثة ها يبطحك. ما هو فقط ما يقبلك، يعني يتأذى طبيعة الناس. لكن انظر إلى عظيم سعة رحمة الله عز وجل، يحب العبد التواب، كلما أذنبت وتبت أحب الله ذلك. قد مر معنا في المجلس السابق الرجل الذي أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وثالثة قال اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذه الحال تذنب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى.